التواصل يستمر أيها الحفل الكريم، ولا زلنا مستمرين بحضراتكم في انطلاقات رائعة وانطلاقات مميزة تحملها لنا انطلاقات هذه الفترة المسائية في هجني أصحاب السمو الشيوخ، حيث تسير الانطلاقة الأخرى معلنة عن وجود هذه الأبكار المهمة والأبكار المهجنة الأصيلة في انطلاقة مساء جميل رياضي يحمل تحديات عملاقة وتحديات مميزة في شعارات أصحاب السمو والشيوخ. نسير نقترب من المركز الأول. أسير مشاهدين الأعزاء تابع مقدمة هذا الشوط، المركز الأول شعار هجني زعبيل يتقدم مع انطلاقة وتحدي من وجود هذا الاسم، هذه الشاهينية تتقدم لهجني زعبيل في التضمير والتدريب. يأتي المضمر المتألق راشد بن محمد بن مرشد يأتي على مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني هذه تتقدم لهبيبة لسمو الشيخ الدكتور هزاع بسلطان بن زايد الهيان، يضمر أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي يحتل المركز الثاني. المركز الثالث هناك صحاري تعود الملكية لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، المضمر حمود بن محمد بن سالم الوهيبي يتقدم نحو المركز الثالث. المركز الرابع الشاهينية لهجن العاصفة تتقدم للمركز الرابع في هذه اللحظات مع هجن العاصفة، والمضمر يأتي قيات الهلالي، بينما المركز الرابع المركز الخامس الشاهينية هجن العاصفة، بينما يأتي في التضمير غياث الهلالي كذلك على خامس المراكز. المركز السادس نتابع في هذه اللحظات سادس المراكز الشاهينية لهجن زعبيل تتقدم مع المتألق راشد بن محمد بن مروشد، بينما مشاهدينا الكرام نتابع المركز السابع في هذه اللحظات. المركز السابع ننتقل مباشرة إلى تواجد الانطلاقة من قبل اعتبار لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، يضمره طارش بن مبارك بالقوبع يتقدم نحو المركز السابع. المركز الثامن وصلت هملولة أو مدللة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يضمره عبيد بن محمد بالضبيعة، والشاهينية في تاسع المراكز لهجني ند الشبا تضميرها وتدريبها. يأتي المضمر سالم بن سعيد في عملية التضمير والتدريب. هكذا هي النتيجة، هكذا هو المسار لانطلاقة هذا الشوط أيها المتابعين الأعزاء. أعود من جديد مشاهدينا الكرام إلى مقدمة الشوط وإلى الشاهينية من تفرض وجودها على قمة الشوط هجن زعبيل، بينما في تضميرها المتألق راشد بن محمد بن مروشد، بينما المركز الثاني في هذه الانطلاقات يتواجد او تتواجد الهبيبه لسمو الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد الهيان، يضمرها ويتابع احمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. صحاري تحتل المركز الثالث لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد ال سعود، عمليه تضميرها وتدريبها لدى حمود بن محمد بن سالم الوهيبي يحتل الان المركز الثالث. المركز الرابع والخامس الشاهينية بشعار هجن العاصفة، والمضمر هنا ياتي غياث الهلالي، بينما الشاهينية لهجن زعبيل تحتل المركز السادس بقيادة راشد بن محمد بن مروشد ياتي ليحتل سادس المراكز. هذه الست المراكز الأولى المتقدمة حتى هذه اللحظات، بينها وبين التحدي والناموس والمنافسة قيمة وشيء تشويق وإثارة في انطلاقات المساء، بينما نعود بحضراتكم إلى البداية إلى مسار هذا الشوط. المركز الأول ما شاء الله شاهينية هجن زعبيل لا زالت في القمة والصدارة، وهي المتقدمة حيث تقود المسار وتقود كل هذه المشاركات
إلى تحد كبير وتحد مثير. المركز الأول بينما الثاني الهبيبة، الهبيبة لسمو الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، بينما في التضمير أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. المركز الثالث شوف صحاري تتقدم بشعار صاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد ال سعود، تضميرها وتدريبها ياتي مع حمود بن محمد الوهيبي هنا في انطلاقات هذا المساء الجميل. المركز الرابع اجن العاصفه مع غياث الهلالي. المركز الخامس الشاهينيه بشعار هجني زعبيل بعدما حققت نقطتين في هذه الامسيه والتوقيت الافضل مشاركه في هذا الشوط بثنائيه من خلال تواجد هذه الشواهين، هذه الشواهين في صدارة وانطلاقة الشوط. السادس هجن العاصفة مع الشاهينية وغيات الهلال يضمرها. هكذا هو المسار أيها المتابع العزيز، يا من تتابع انطلاقات هذه اللحظة على الهواء مباشرة عبر دبي ريسينج. ولكن عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى الصراع، عودة إلى النزاع. المركز الأول الهبيبة بدلت، الهبيبة بدلت موقع المنافسة، تبغي الصدارة، تبغي الناموس لسمو الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان. وهنا الجنتلمان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروع، بينما المركز الثاني شوف المركز الثاني القادم الشاهينية بشعار هجني زعبيل واستعداد من المتألق راشد بن محمد بن مروشد مع شعار هجني زعبيل. المركز الثالث المركز الثالث المركز الثالث هذه اللي وصلت وحضرت صحاري، صحاري لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد ال سعود وحمود بن محمد الوهيبي يضمرها. لكن شاهينيه في هجني ند هجني زعبيل من جديد من جديد تخوض الغمار الاخر في هذه الانطلاقات. الله يا الشاهينيه والمتالق بن مروشد راشد بن محمد بن مروشد، هجن العاصفه قادمه بالمركز الرابع وكذلك غياث الهلالي. ولكن هجني سمو الشيخ الدكتور سلطان هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان في مقدمة الشوط في رأس حربة هذا الشوط. النقطة الرابعة يبغي يضيفها هذا الشعار في هذا المساء، في هذا المساء، في هذه الأمسية الراقية، في هذه الأمسية التي حضر فيها كل الشعارات، كل الشعارات الراقية. ولكن صحاري، صحاري صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود إلى المركز الثاني، حمود بن محمد الوهيبي وهجن العاصفة تتقدم مع الشاهينية في المركز الثالث. هجن العاصفة غيات الهلال يقودها في التضمير، هذه الثلاثية، هذه الثلاثية. ولكن تغيير من صحاري، صحاري 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 غيرت إلى المركز الأول في هذه اللحظات، انتقلت إلى صدارة الشوط مع الوهيبي حمود بن محمد بن سالم الوهيبي. ولكن الله يا الشاهينية هجن العاصفة، هجن العاصفة. مشاهدين الأعزاء اللحظات الأخيرة الشاهينية وصحاري، صحاري والشاهينية واللحظات المثيرة. الشاهينية هجن العاصفة بدأت تتسلل، هجن العاصفة، هجن العاصفة إذن تخطف ناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس على هذا الفوز الانتصار. المركز الثاني صحاري لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود. المركز الثالث لبيبة لسمو الشيخ الدكتور سلطان هزاع من سلطان بن زايد آل نهيان. المركز الرابع الشاهينية هجن زعبيل، والمركز الخامس الشاهينية من هجن العاصفة. هكذا كانت النتيجة من خلال تفاعلي وانطلاقة هذا الشوط. عودة إلى التوقيت الزمني 9:12 وفاء وتماما وكمالا. الشاهينية لهجن العاصفة، ثاني ناموس، وللمضمر غيات الهلالي. المركز الثاني كان الحضور من صحاري 9:12 6:06، ثاني ناموس صاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، والى المضمر صحاري حمود بن محمد بن سالم الوهيبي. الهبيبة حلت المركز الثالث ب9:13 و3:03، تهانينا كذلك لسمو الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، وتهنية للمضمر أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي الجنتلمان على هذا الفوز والانتصار. مشاهدينا الكرام.